وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء، وقلنا أشياء جمع إيه؟ شيء، ووزنها إيه أشياء؟ نشوف بقى الناس اللي لسه فاكرة ولا وزنها إيه؟ أفعاء ولا أفعال؟ لفعاء. طب كويس، لسه فاكرين الكسائي قال ايه؟ افعال. ويحيى المبرد قال ايه؟ الافعال. وسيبويه اللفعاء. طيب، الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم، يبقى إذا لا تصح من غير المسلم كما ذكرنا، وليست بواجبة قضية الصيام على الصبي غير البالغ، ولا على المجنون والمعتوه اللي هو فقد إدراك الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ومده نسميه مجنون، ولا على العاجز والمريض.